الشمندر فيه عناصر غذائية كتير مهمة. أول إشي غني جدا بالألياف، تمام، فيه فيتامين سي، فيه منغنيز، نسبة عالية من البوتاسيوم، مفيد جدا لارتفاع ضغط الدم لشغلتين. أول إشي لأنه عالي بالبوتاسيوم فكتير مفيد لمرضى الضغط، وكمان فيه مادة النيتريت اللي بتفتح الأوعية الدموية، يعني هو بيساعد إنه يرخي الأعصاب ويخفف من الضغط. أوكي. فكل مرضى الضغط اللي لما يأكلوا شمندر، حتى في دراسات انعملت على عصير الشمندر قد إيه له فائدة كتير كبيرة بإنه يخفف من الضغط. هلا اللون البرتقاني، سوري الاحمر، اللي بيميز الشمندر واللي مستخدمته غادة اليوم معطي للخبز اللون اللي كتير حلو، صحيح، هي ماده البيتالين. هاي من نوع الصبغات المفيده جدا اللي مميزه لها انها هي ماده مضاده للالتهابات، مضاده للفيروسات، بتحمي خلايا الجسم من الامراض. فالشمندر بنقدر نحكي انه عالي جدا بالمواد مضاده للاكسده، وحكينا سابقا زي قبل العنب البنفسجي، الباذنجان اللون البنفسجي، الكرز، التوت، اللون الاحمر البنفسجي هذا دائما بدل على مواد عاليه جدا بمضادات الاكسده اللي بتحمي خلايا الجسم من كثير من الامراض. فعشان هيك سمعنا عن الشمندر قبل انه فيه مواد مضاده للسرطان، بيحمي من السرطان لانه في عندنا نسبه عاليه من مضادات الاكسده، وفي عندنا نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات اللي هي بتعطي اللون الصبغة الموجودة، غير نسبة البوتاسيوم والفيتامين سي والألياف العالية جدا. هلا الشمندر برضه بنسميه احنا غذاء، هو بنسميه بريبايوتيك، يعني في عبارة عن غذاء مفيد لبكتيريا الأمعاء. تمام. احنا في بالأمعاء بكتيريا، واحنا دائما هاي البكتيريا يفضل نعززها بشغلتين، يا انه بناخذ بكتيريا مفيدة زي لما ناخذ لبن اللي بنسميه بالخمائر، يا بناكل الأطعمة اللي بتعزز نمو البكتيريا المفيدة. فالشمندر كمان يعني مفيد جدا لنمو هاي البكتيريا الموجودة في الأمعاء، وإذا كانت عالية عندك بالنظام الغذائي هذا بدل يعني بجسمك من أكل الصحي، هذا بدل إنه عندك مناعة كتير قوية. طيب متى بفقد كل هاي، يعني اذا تعرض لدرجه حراره عاليه ممكن يفقد هاي الامور، اذا تبرد ممكن يفقد هاي الامور؟ يعني انت لما كاقصائيه تغذيه لما توصفي لشخص شمندر كيف تتوقعي ياكله؟ عادي مسلوق بالسلطه، لازم ينطبخ الشمندر. في ناس ببرشوه صح برش بحبوه، بس قاسي بيطلع شوي ني. في ناس ببرشوه برش ني. والله ببرشوه برش، بس لازم ينبرش عادي. بس عاده لما ينسرق. هلا الشيء اللي بنفقده اللي هو فيتامين سي، بس بدنا ننبه لشغله انه الشمندر مضر للاشخاص اللي عندهم حصوات كلى، فيه نسبه عاليه من ماده الاوكزاليت، فالاشخاص اللي عندهم حصوات كلى بدهم ينتبهوا انه ما ياكلوا كميات كبيره من الشمندر. طب سؤالي انا بس تأذيهم. يعني الخبز ده مفيد عن الخبز العادي؟ لأن طبعا لانه انت خلطتي الشمندر وحطيتيه بالخلطه صح، مش بس ميه الشمندر. شمندره بالضبط، فانت هيك عززتي كميه الالياف. لا انا ما اخذتش ميه الشمندر اصلا، لان لونها مش هي هو الغامق، يعني كسرتها بشويه مي، حطيت مي عاديه غامق عشان اللون، عشان ايوه اللون يكون هذا اللون غامق ورايح على البني بالضبط. هلا احنا بما انه خلطنا الشمندر واستخدمناه بالخلطه، اخذتي كل الفوائد، عززتي نسبه البوتاسيوم الموجوده فيه، زدنا كميه الالياف، المواد المضاده للاكسده الموجوده في صبغه الشمندر موجوده، ف يعتبر مضاد للالتهابات. نقدر ناكل رغيف بقى لانه بنحب الحاجات الصحيه وده بقى صحي. انا بحس انك بتقول الكلام ده عشان هي صاحبتك. لا 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 لا، انا جايبه معايا الجبنه والتركي وكل حاجه. السبت ده انا وانت نقعد عليه النهارده. احنا انا مش دخل. لا صحتين صحتين. انا ماليش دعوه. بالعكس احنا بالعجائن لما ندخل هيك خضار، يعني زي قبل شوي كنا نحكي والصبح حكينا هلا بدت المدارس، فبنشجع الاهل انه يعملوا كيك فيه فواكه، فيه جزر، فيه اشي عشان يعزز القيمه الغذائيه. احنا لما نحضر عجين ومعجنات او خبز او كيك فيه خضار او فواكه، انت هيك بتعزز القيمه الغذائيه الموجوده فيه. هسا والله احنا اتوقع في خلال الايام القادمه في مطبخ رؤية اتوقع كثير من شفاتنا بجوز حيعملوا شغلات تخص المدرسه، لازم اكيد للمدارس. فيكي
صحيح، لانه يعني بواحد صحيح المدارس في ناس بدو هلا، في ناس قبل فاقد التعليمي. انا اولادي بكره ان شاء الله بكره يعني فاقد التعليمي بكره بده ان شاء الله. فيعني التغذيه اهم شيء يعني، خاصه نحافظ على مناعتهم. طبعا طبعا 16 لوزه ما تنساهمش، 16 لوزه يعني. والله احنا كنا نتغذى يعني، مثلا احنا جيلنا كنا نتغذى تغذيه رهيبه بالمدرسه. هاي تتذكروا سندويشة الفلافل تبعت المدرسه؟ إلها طعم خاص. طبعا مميز. سندويشة المدرسه إلها طعم خاص. دي حقيقه. وعصير المدرسه له طعم خاص. البزر بالمدرسه بالحصه الساسه له طعم خاص. الفستق اللي كنا نحطه بالجيبه وتاكله بالسرقه على الاستاذ له طعم خاص. تحسه أذكى شيء بالدنيا. ما هو هاي بعرف ليش، هاي اللي بدناش نحرم اولادنا منها، الحياه الاجتماعيه. لحقنا اللانش بوكس هذا اللي المربعات هذول اللي لهم الوان هيك حلوه، وفي نوع اصلي وفي نوع مش اصلي. انت كان يحطوا لك اياها باللانش بوكس؟ كنت البس مريول. ممتاز. انا كنت طالب كيوت. بصير ام عبد الله مش مصدقه صح؟ لا مصدقه بالعكس. كنت حقول لك ورينا صورتك وانت في المدرسه. حورجيك صورتي وانا في المدرسه. لازم تعرفي انه في عندي صوره. كان ايه؟ هسه بورجيك صورتي وانا في المدرسه. لك عبد الله بيحبك موت. بيحبك. طيب شكرا يا دكتوره. اهلا. يعطيك الف عافيه.